ازيكم يا سنة ستة، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض الدرس بتاع العوامل الطبيعية والعوامل البشرية للصناعة. احنا اخدنا العوامل الطبيعية ايه هي والعوامل البشرية المرة اللي فاتت. هنكمل النهاردة ليه البيئة الصناعية مهمة. يجي يسألني اهمية البيئة الصناعية. الصناعة بتوفر ايه؟ بتوفر فرص عمل للشباب، حلت مشكلة البطالة. يعني ايه البطالة؟ يعني الشباب اللي هم في سن العمل ولا يعملون، زي ما احنا خدناها قبل كده في البيئة الزراعية. تالت حاجة زيادة الدخل القومي، الحصول على العملات الأجنبية، بتوفر المنتجات لسد احتياجات الإنسان أو لسد حاجة السكان. آخر حاجة ارتفاع مستوى المعيشة. يبقى تاني بما تفسر أهمية البيئة الصناعية: توفير فرص عمل للشباب، قلة البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر، الحصول على العملات الأجنبية، توفير المنتجات الصناعية لسد حاجة السكان، ارتفاع مستوى المعيشة. طب نيجي نشوف مع بعض ايه العلاقة ما بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. احنا اتفقنا ان سؤال ما العلاقة زيه ما النتائج، يعني هنشوف كل بيئة بتساعد البيئة التانية ازاي. احنا اتفقنا في اول درس ان البيئات متكاملة، يعني كل بيئة بتمد البيئة الاخرى باللي بتحتاجه. يبقى عندي البيئة الزراعية اكيد بتوفر حاجات للبيئة الصناعية، عشان يعني معنى صاحبي يشغلوا بعض. يبقى ما توفره البيئة الزراعية للبيئة الصناعية: اول حاجة بتوفر لها المواد الخام زي مثلا القطن عشان نعمل ملابس، تاني حاجة بتوفر لها الايدي العاملة، تالت حاجة بتوفر لها المنتجات الغذائية اللي بيحتاجها العمال اللي في المصنع. يبقى تاني ما توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية هو المواد الخام، الايدي العاملة، المنتجات الغذائية لإشباع حاجات العاملين بالصناعة. طب نيجي نشوف العكس بقى، البيئة الصناعية بتدي ايه للبيئة الزراعية؟ قال البيئة الصناعية بتساعد البيئة الزراعية بحاجات. حاجات زي ايه؟ طبعا بتديها الأسمدة الكيميائية والأدوية، تاني حاجة بتديها الأجهزة الكهربائية اللي هي المكان اللي بيشتغل في الأراضي الزراعية، تالت حاجة بتديها الآلات زي الآلات اللي بيحرسوا بيها الأرض. يبقى تاني ما توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية: الأجهزة الكهربائية، الأسمدة الكيميائية والأدوية، الآلات الزراعية. نيجي نشوف رابع حاجة، خصائص السكان في البيئة الصناعية، يعني ايه صفاتهم، هم عايشين ازاي. زي ما احنا قلنا عندي خصائص السكان في البيئة الزراعية وعرفنا من ايه الايجابي وايه السلبي بتاعها. نيجي نشوف خصائص السكان في البيئة الصناعية. قال لي ان في البيئة الصناعية انهم بيشتغلوا في الصناعة، يبقى دول ناس متعلمة، يعني ما عندهمش أمية، يعني بيهتموا بتعليم الأطفال من صغرهم، وإن هما كمان يرفهوهم، يعني بجانب التعليم يبقى فيه ترفيه اللي هي خروجات وفسح والحاجات دي. تالت حاجة إن المرأة بتشارك في العمل عادي، بتدرس وبتتعلم وبتنزل الشغل زي الراجل. رابع حاجة إن هما بيعملوا نقابات عمالية. يعني نقابات عمالية؟ يعني مكان لكل طائفة أو فئة من المهنة. يعني مثلا عندي المعلمين، النقابة بتاعتهم اسمها نقابة المعلمين، المهندسين نقابة المهندسين، يعني المقر بتاعهم هم، المركز بتاعهم هم. عندي الأطباء، نقابة الأطباء، المرشدين السياحيين بنقول عليها نقابة الأسريين. يبقى نيجي نقول خصائص السكان في البيئة الصناعية: ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض الأمية، اتنين الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم، تلاتة مشاركة المرأة في العمل، أربعة المشاركة في النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحها، يعني بتعرف كل واحد حقوقه ايه. فبنيجي نشوف كده ملحوظة بسيطة، قال بيشتغل بالصناعة عدد كبير من السكان. طب ايه المجالات اللي بيشتغلوا فيها؟ يعني ايه الشغل اللي هما بيشتغلوه؟ شغل في المصانع، المنشآت الصناعية، التجارة، البنوك، النقل والمواصلات. لما بيجي يسألني كده يعمل بالصناعة عدد كبير من السكان ومن مجالات العمل المتاحة في البيئة الصناعية، نقط ونقط ونقط، هقول المصانع والمنشآت، التجارة والبنوك، النقل والمواصلات. آخر حاجة عندي عايز أعرف العادات والتقاليد بتاعت العاملين من البيئة الصناعية.
طبعا الكلام ده سببه قلناه في البيئة الزراعية، ان انا عندي للبيئة الزراعية عادات وتقاليد، يعني حاجات ماشيين عليها، في منها الايجابي وفي منها السلبي. هنا برضو عندي في البيئة الصناعية عندي عادات وتقاليد، يعني هما عايشين ازاي، عندي حاجات ايجابية وحاجات سلبية. العادات الايجابية واسميها العادات السلبية، هي العادات الايجابية ان هما بيحترموا مواعيد العمل، بيتعاملوا مع بعضهم، منتظمين في العمل، يعني مش واحد يكون ماسك منصب كبير او منصب صغير ويقول لك لا انا مش رايح النهارده الشغل، عادي في لو غبت النهارده، لا في التزام في نظام. يبقى العادات الايجابيه التعاون بين العاملين، احترام مواعيد العمل، الانتظام في العمل. تاني، التعاون بين العاملين، احترام مواعيد العمل، الانتظام في العمل. قبل نشوف العادات السلبيه، ايه بقى الوحش؟ قال لي مشكلتهم ان هم بيدخنوا تدخين داخل المصانع، ان مش بيشربوا سجاير، يبقى التدخين داخل المصانع. تاني حاجه، بيسيبوا مخلفات الصناعه من غير ما يعالجوها، في بقى بيتخلصوا منها، بيرموها في اي مكان عشوائي او بيرموها في المياه، وده طبعا بيؤدي لتلوث المياه. يبقى العادات السلبيه التدخين داخل المصانع، ترك المخلفات الصناعيه دون معالجه. يبقى يجي سنه قارن بين العادات والتقاليد العاملين بالبيئه الصناعيه، هنقول عادات ايجابيه وعادات سلبيه. العادات الايجابيه التعاون بين العاملين، احترام مواعيد العمل، والانتظام في العمل. العادات السلبيه التدخين داخل المصانع، ترك المخلفات الصناعيه دون معالجه. كده الدرس انتهى يا سنه سته، واسمعوا الفيديو كويس وذاكروه، وان شاء الله لما تيجي يوم الاحد اسالكم فيه، واللي مش عارف حاجه بيعرفني اللي هو مش عارفه قبل ما ابدا الاسئله عشان اشرحها. يلا السلام عليكم سنه سته، اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا باي.